بدل ما تفرحي انه اجيت شوفك شوي واحكي معك قاعده عم تعيطي علي، واذا اجيت شوفك شو صار؟ يا بنت هذا البيت مو بيتي لتدقي الباب امتى ما بدك وتقولي انا اجيت. شوفي طلعي حواليكي، هذا البيت مو لإلي. بما انه حابه تجي لعندي ليش ما اجيتي معي من الصبح؟ لانه فجاه قررت اجي لعندك، وحتى لو قلت لك الصبح شو كنتي رح توافقي انه اجي؟ مستحيل تعمليها بعرف. ايه بس لا تاخدي راحتك كتير. ايه فهمت، خلصنا رح روح بعد شوي، واصلا ما رح عيدها. بس حابه اشوف البيت شوي، يعني شو هذا فريد؟ شو بيحب؟ كيف عايش؟ نورمان قعدي هون قدامي. واو باين فريد بيك عنده مرق بالاسطوانات. اصحك تقربي على شي بموتك. ها اصحك. ايه لا تخافي ما رح اكله ياهم. ايه اهلين فتون. حذري سعيد رفيق مين بيكون؟ مين سعيد؟ هاد فتون. باينتو هالفريد كتير مزوق بالألوان. شو هالإطلالة الحلوة؟ ليكي فتون مشغولة هلأ، بحاكيكي بعدين. أنا رح انفجر إذا ما قلتلك اسمعيني بس دقيقة. صراحة خفت إنه اتصل بسعيد لما صار هالشي. شو بيعرفني، خفت نغلط إذا قلنا أنا وسعيد وإنتي وفريد. لا تخافي روحي، ما بيصير شي أبداً. يعني إنتي تصرفي مع سعيد مثل ما بدك، أساساً أنا ما إلي دخل فيكم. بعدين السيد فريد اليوم رح يقلعني أكيد. نورمان وينك؟ نورمان؟ ايه والله هلأ اجت لعندي لهون. انا شو بيعرفني؟ بعدين بحكي معك فتون، خليني شوف هالهبلة شو عم تخبص فوق. شو عم تساوي هون نورمان؟ شوفي يا اختي، فتت على الحمام ولا ممنوع كمان؟ الناس بيسألوا بالأول، الزلمة بدقق كتير بدك ياه يقلعني؟ دورت تحت ما عرفت وين الحمام، فقلت له اطلع دور فوق. لا تكذبي علي، انت طلعتي تشوفي غرفة السيد فريد. شو ارتكبت جريمة؟ وأكثر. اختي أنا رح أتأخر الليلة شوي، رفيقتي نجلة اليوم عيد ميلادها وعاملة حفلة، رح روح ورفقاتي بيوصلوني، لا تخافي علي، ماشي؟ مو معقولة. شو ما حكيت معك ما بستفيد لا مبالية. يا حبيبتي انتي شلون مو فارق معي؟ روقي ولا تزعلي. هبلة نازلي، انا بدي شوية مصاري اذا ممكن لحتى اشتري هدية لنجلة، يعني مو حلوة روح بلا هدية. هلأ عرفت سبب جايتك لهون، جاي تاخدي مصاري. انتي اختي المالي غيرها. لا تطلعي هيك فتون، عن جد تصرفات نورمان لا مبالية عم تخوفني. ليكي هي المسا رايحة مع نجلة، بتعرفي هالشي؟ بعرف. يعني هالبنت من وين عم بتجيب المصاري لتروح على البارات يا نازلي؟ وكمان على البلاند اوت؟ اليوم اخذت مني. ليش المصاري اللي اخذتها بتكفي لهيك طلعه؟ قومي بسرعه. لوين؟ هالبنت ما ضل فيها عقل ابدا، لازم نشوفها لوين عم تروح ومن وين عم تجيب المصاري. قصدك نراقبها فتون؟ فكره. وكمان منشم هوا لأني اختنقت من جو البيت. طبعاً يا روحي، لأنه نحن من البيت للشغل، يعني نورمان بحقه لأنه تغير جو ونحن لا. ليكي رح نحضر حالنا فوراً، وأنا كمان يلي رح لبسك. أنا جاهزة فتون، يلا خلينا نمشي. اختي معقول يفوتوكي على البلاند آوت بهالتياب؟ شوفيهم كتير حلوين. ايه حلوين بس هنيك مستحيل يفوتوكي وانتي بهالمنظر. لو سمحتي هذا حلو، خدي البسي.
نكون شفنا البلاند اوت. كان ضروري البس هالفستان، مو عرفانه امشي فيه. ايه حاجتنا؟ ايه شو صار لك؟ انت لابسه احلى قطعه، لا تساوي مشاكل ومضيلنا هاليوم على خير. فوتوا نشوفي هني. شايفه هالهبله؟ انا بورجيها لهالوقحه. سامحني لحظه نازلي، وقفي. شايفي شو لابسه؟ ولك خزيلي اللي لابستن المجنونه العمى. لك بدها تجلطني نورمان. لك مو قاهرني غير هالجوز اللي معه. شو فيهم سعيد؟ مين؟ لك هاد هو سعيد. مين هاد سعيد؟ لك هاد هو الشاب يلي اعطاني كرتو وقت الحفله. شو جابوا لهون؟ اي روحي احكي معه وسلمي عليه. كيف بدك يعني احكي معه؟ اذا شافني والله لانفضح بين كل الموجودين. على اساس انه هالمحل مانو فضيحه فتوه؟ ايه المحل كتير حلو، بس انفضح اول ما فتح لانه كل النسوان اللي بيجوا لهون بتكون غايتهم يطبقوا الشباب الاغنياء. كيف يعني؟ ولك هي عامله بتعمليها فيني فتون. يا الله منك. ليش انا شو عملت؟ اغنياء البلد من شباب وصبايا بيجوا بيسهروا هون كل يوم وبيتعرفوا على بعضهم وبيقدموا بطاقات الدعوه وهيك شي يعني. هلا سعيد مو هيك سويتي معه؟ شوفي نازلي، عن جد انا مو ناقصتك بنوب. اخذت كرتو وقت رحنا على الحفله، يعني بمطرح كتير نظيف ومحترم. وليش ما بتقولي انه القدر هو جمعنا؟ الله لا يفرق بيناتكم. امين. اي والله لاشحطه شحط من هنيك. نازلي بتقول نتركيني؟ مو قدرانه اتحمل. نازلي خلاص تعي لهون. لوين رايحه؟ بدك ما تواخذني نورمان. حبيبتي نورمان، معقول سهرانين بنفس الحفله وما منشوف بعضنا؟ شو الصدفه هاي؟ بعتذر منك، قاطعت قعدتك مع رفقاتك الحلوين. هنن صح رفقاتك بس انا اختك. ايه شبك حبيبتي؟ ما بدك ياني اقعد معك؟ لو سمحت بعدلي شوي، بدي اقعد جنب اختي. لا تواخذني، ضيقت عليك ها؟ بس ما بتعرف قديش مشتاقة لأختي نورمان. ايه حبيبتي، ما قلتي لي من ايمتى بتجي لهون؟ لا والله انا بالصدفة جيت مع نجلة. مع نجلة؟ ايه تشرفنا والله. ايه بالمناسبة ما تعرفنا، نازلي بكون اختها لنورمان. اكيد انت ابوها لنجلة. ما صح، اختي كثير بتحب المزح وروحها كثير حلوة. ايه مزبوط، وكمان بحب شوفها لأختي نورمان وهي مبسوطة وميتة من الضحك. كل قعدة هيك بتموتنا من الضحك، مو معقول شو مهضومة. ايه خلينا نضحك وننبسط، ما فيها شيء هالدنيا. شو اخذ الواحد معه يعني؟ تمام. يلا قومي احسن ما يموت حدا بشي جريمة قتل. يلا يا روحي. يلا والله لنتفك على الطريق. قومي يلا تحركي. وانتي قومي. لك يلا امشي. شو ناطرة؟ يلا نورمان. تشرفنا بمعرفتكم كثير. استحوا ما فيك سعيدة. يلا امشي قدامي. تفو العمى. شو هالناس هاي؟ هلا بتشوفي والله لنتفك. هلا بتشوفي حسابك بالبيت. وانتي نجلة يلا على البيت. العي اللي حكي مع امك. فيني افهم شو كنتي عم تعملي بهالمحل مع هدول الختايرة؟ اختي مليت منك ومن تدخلاتك فيني، يعني ضرورية هالفضيحة اللي عملتي لي اياها. هلا بقى مين بده يسترجي يعزمني بعد هالفضيحة اللي ساويتيها؟ ايه خلي واحد يسترجي يعزمك بعد هلا، عم تحكي على الفضايح؟ شوفي شو لابسة بالأول، لا تطلعي فيني، امشي قدامي لشوف. ولك أنا ما صدقت إمتى ارتحت من نقمي لتطلعوا لي أنتوا، كرهتوني حياتي وقرفتوني هالعيشة. يا عم بيعمل بهالبنت، امشي قدامي لشوف. وهلا الكلمة الثانية تنكتب ديسكا، بس وقت اللي بدكن تقرأوها بتضيفوا لها حرف الواو وبتصير الكلمة ديسوكا. سجلوا هالملاحظة عندكم. وبهالمناسبة هاي بدي أذكركم بحفلة جمعية الصداقة التركية اليابانية بكرة، وهي فرصة لحتى تنبسطوا وتتدربوا على المحادثة. نازلي رح تجي معنا؟ بعتذر منك، ما فيني اطلع لاني بشتغل الصبح ولهيك ما بيصح لي اكتب وظايفي غير بالليل. بس يا نازلي تدريب اهم بكتير من الوظيفه، لهيك لازم تجي على الحفله. معك حق، خلص بوعدك اذا قدرت اكيد رح اروح. تمام. وهلا رح نكمل درس اليوم. ألو نعم. إيه ماشي بتشكرك كتير. طيب قلي أنا وين فيني أشوفك اليوم؟ شو هاد؟
مو معقول. لك على القليلة يحترموا نعمة الله شوي. يا حرام لساتها العلبة مليانة، هدول ناس ما بيقدروا النعمة. ست نظمية. فريد بيك، انت شو عم تعمل هون؟ هذا بيتي. ايه بعرف، بس قصدي شو اللي جابك بكير على البيت اليوم؟ يعني بعتقد انه قلي الحق اجي على بيتي امتى ما بدي. ايه هذا حقك. قول لشوف انت اللي كابب هاي النعمة، ما بيصير تنكب بالزبالة. يعني اذا ما بدك تاكل منها حطها بالجنينة، العصافير بياكلوها. حطيها وين ما بدك بس مو بالجنينة. ليش مين قالك انه العصافير رح يجوا على جنينتك؟ ايه صحيح، انا رح اشتغل هون والمساء الاغلب طالع، ما في داعي تعملي اكل لاني رح اكل برات البيت. تمام، معناته بنظف المطبخ. ما في داعي لانه ما بقدر اشتغل اذا كان في حركه حوالي، لهيك اجلي الترتيب لبكره. وهلا صار فيك تروحي. شكرا كثير لك عن جد شكرا. اقول قبل ما اجي، ما كنت اجيت وتعذبت. على فكرة هالبسكوت كتير طيب. تصوري يا فتون انه كان هالبطران كاببهم كلهم بزبالة؟ مفكر حاله حفيد شي سلطان. حاسة حالي متوترة عن جد، ما بيكفيني نورمان مبارح ليطلع لي اليوم فريد بيك. مع انه السهرة كانت كتير حلوة مع بدر. ولا تنسي انه تقربتي من فريد بيك شوي. فتون، حاسة راسي صاير مثل الطبل، مو ناقصتك. ايه وانتي كمان لا بقى تزعجيني بحكيك. تعرفي نحنا شو لازم نساوي؟ لازم نمشي على العشب او على التراب ونكون حافيين ونفرغ كل طاقتنا السلبية. والله انا بعرف فرغ طاقتي السلبية واخلص منها. تعرفي اليوم في حفلة تركية يابانية، ووعدت للانسة اني احضر الحفلة لقوي لغتي. امتى؟ اليوم المساء، بس انا لازم كون هنيك قبل بوقت. وانا رح لبسك، موافقة؟ لا شكرا كتير الك، شفناكي انتي وزوقك باللبس وخاصة الفستان اللي لبسته، والله سوتي وشي بالحارة. هلأ هذا اللي طلع معك؟ ما شفتي كيف كل واحد كان عم يقترح عليكي كل فستان شكله؟ أنا نقيت الوسط؟ أساساً أنا رجعت زبطته على مقاسك، ومتأكدة إنه رح يطلع بياخد العقل. رح تلبسي اليوم وتفوتي على الحفلة، واليابانيين بيقولوا شو هاد يلي لبستي؟ لا شكراً ما بدي عزبك معي يا روحي أنتي. رح لبسك على ذوقي وخلصنا. بهنيك على هالتنظيم الحلو. هذا من ذوقك فريد بيك، هاي الحفلة من تنظيم مؤسستنا. فريد بيك، سعيد بيك، بتشكركم كتير على حضوركم. نحن اللي بنتشكرك على دعوتك لإلنا. عفواً لغتي سيئة شوي، بعتذر. بس بتضل أحسن من لغتي اليابانية بكتير. بالمناسبة دعونا حيكون أكثر بالمستقبل. شي ما فيه كحول. تفضلي هذا عصير فواكه طيب. شكرا. شو عم تعملي هون؟ لا تواخذني فريد بيك، ماني مضطرة أقدم تقرير لمديري بالشغل برات وقت الدوام. عم أسألك لأعرف إذا كنتي مهتمة بالثقافة اليابانية. طبعاً بهتم، أنا بهتم باللغة اليابانية وبالثقافة، وبتمنى من حضرتك ما تفكر إنه حياتي محصورة بالأكل والشغل بمطبخة. إيه بتمنى لك التوفيق. أنا اللي بتمنى لك التوفيق. إن شاء الله مفكر إني صرت واحدة من أملاكه. شو هالعقلية هاي؟ يلا بشوفكم. أخوان بنتي انتبهي شوي. أنا آسفة كتير. يا أنسة لحظة، شو قلت هالانتباه هاي؟ انت بتعرفي على مين كبيتي العصير هلا؟ انا بعتذر منك بس والله مو قصدي. للاسف اعتذارك هاد ما بكفي لتصلحي الكارثه اللي ساويتيها يا انسه. هذا السيد نكتاني بيكون ضيفي باسطنبول، والانسه هون جايه معي على الحفله. عن جد فريد بيك؟ انا بعتذر منك، حصل خير. شكرا كثير، أنا جاهزة أعتذر من ضيوفك لأنه صدقني ما كنت قصدة أنه يصير هيك. ما في داعي تعتذري منه،
المهم انه ما تعملي مشكله تانية بهالحفله، واذا بدك فيني خلي الشوفير يوصلك على البيت. لا ما بدي عزبه معي، خلص هلا برجع على البيت بتاكسي. طيب مثل ما بدك، بس يا ريت ما تشربي كتير. بس انا ما بتمنى لك التوفيق. لا مفكرني بنتك. تفضلي يا انسه، اذا بدك هدول بدون كحول. اي شيء بكحول. شو بتحبي تاخدي؟ ثواني. تمام شكرا لك. فريد قل لي مين هي البنت؟ اسمها نظمية، طباخة عندي. طباخة عندك؟ شوفي سعيد، ما في شيء مهم. سعيد شوفي، المحل اللي كنت سهران فيه مبارح والنسوان اللي بيصيدوا رجال أعمال فيه كانت هنيك وكانت سهرانة بمنظر غير هذا تماماً. حبيت قلك. يلا مع السلامة، انتبه على حالك. موشي فاكي جوزاي ماسن. هونتوني موشي فاكي جوزاي ماسن. دايزو دي بسيو. أريغاتو جوزاي ماسن. منيح كتير، بتحكي ياباني كويس. بصراحة مو كتير منيح، بس بحب ثقافتكم ولغتكم كتير وبهتم فيهم، ولهيك عم أعمل كورس لغة. هلو ماناتا، فيك تبقي معنا؟ جد عم تحكي؟ تفضلي. نوناكاني اي اوساجيغا اي ماسون. اوه ممتاز، برافو. هلو 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 كتير. تشرفت. زبطت معي. Very nice. كتير كويس. عرفت أولى ما؟ ايه؟ هاي فريد بيك شرفنا. كنت عم أحكي مع السيد نكتاني إني بعرف قصة موشي بانتار المشهورة كتير عندهم باليابان. مزبوط. كله تمام؟ حقيقة مدام كانت حاسة بالملل كتير لأنه هي ما بتحكي غير ياباني، بس مع الأنسي نازلة الوضع تغير كتير. بصراحة هالشي بسعدنا يا مدام. هونتون يعني أتابازاي مثلا سو تاكوندو نهوني سكرانوسي تنوف تارغا سيبوني كتيم ماي أشويو. اي طبعا مدام نكتاني عزمتنا على اليابان بموسم سوكور، لا تخاف منروح كل واحد بطيارة. أنا كتير مبسوط لأنه تعرفنا على دوموزيل، خصوصي إنه مهتم كتير بثقافة يابان. هونتون يانا تواكيري أسي إيز غوكو كورنا سارنو. شو عم تقول؟ عم تقول إني بنت مهضومة وذكية. بس؟ لا مو بس هيك، المدام بيقول أو بيسأل دوموزيل إمتى هي بتلبس بإيدها الهلوة خاتم خطوبة؟ I want to see them. Okay, okay. المدام هي عم بتقول إنها حابة تشوف رأسكم. مدام تقول السيد نكتاني حابة تشوفنا عم نرقص سوا. ما بدي زعل المدام نكتاني، لهيك وافقت أرقص معك. كأنك شربتي كتير اليوم ما؟ الظاهر إنك متعودة تشربي بكترة مو هيك؟ متعودة أشرب؟ لا أنا ماني متعودة أشرب بنوب، وشربت هلأ لأني تضايقت شوي، قصدي تضايقت لأنه صار. ومجبورة تبرري اللي عم تساوي. إيه صح، بس لازم أشرح لك مشان ما تفهمني غلط. مين هالصبية اللي عم يرقص معها فريد؟ حبيبته شي؟ ماني شايفة قبل هالمرة بنوب. سمعتيني؟ شو بعرفني راكان؟ بعدين نحنا ما دخلنا بهيك موضوع أبدا.
أنا تعب، أدق للشوفير لحتى يجي مشان نروح على البيت فورا. خلاص يا فريد بيك وخذ راحتك، الرقصة الجاية رح تكون معي بالإذن. محمد بيك، مع السلامة. بعرف عنك حلو ياسمين. مستر نكتاني، بتحب نمشي؟ بس بصراحة أنا حابب أشرب مع مدام بالجنينة قهوة. هي الفكرة كتير حلوة، القعدة بجنينة فريد بيك بتجنن. أنا تبشيني كرارة ما سيني؟ طبعاً أنسي نازلي، بتقدر تجي معنا ما؟ إيه أكيد طبعاً. أنت ليش ورطتني؟ شايف؟ لأنه ما أجيت لعنده اليوم، كل شيء لساته بمحله من وقت ما رحت. Look, it's very nice. مو معقول شو مهووس بشيء اسمه نظام، بتلاقي كل شيء عنده بمحله، ما فيني غير لهم محله. مستر نكتاني، شو رأيك قبل فنجان القهوة نشرب سوا كاس من هذا المشروب؟ إيه طبعاً طبعاً. عندك كاسات لهالمشروب؟ لو سمحتي تساعديني شوي؟ بسرعة. والله حلوين هالكاسات، قديش إلي بشتغل، هاي أول مرة بشوفهم. هاد لأنه أنا ما بفتش بالخزن تبعك. كم باقي؟ صحتكم. أني كون غايوانا نتنيان دي هون كون يوريش كاتفا ما تزيك كاي مبتهي هاي دي كدنود هنسمي من استماسنا. المدام مبسوط كثير فيكن، هابي أقضي وقت أطول ما أنسي نازلي مرة جاية. طبعا وليش لا؟ أي محضر القهوة لأنه صار وقتها مو؟ عفوا اتأخر وقت، لازم نمشي، ممكن نشربه وقت تاني. طيب مثل ما بدك، خلص منخلي القهوة لغير يوم، وهلأ الشوفير بيوصلكن على الأوتيل. كلك زوق. تفضلوا. تشرفت بمعرفتكم. ونحن كمان. مستر نكتاني شرفتني. شكرا كثير لك فريد بيك، ليله سعيده. شكرا. رح اشتاق لك. وانا كمان. العاده جايه باليابان ان شاء الله. ناطرينكم، تصبحوا على خير. سلام. رح آخذ جزداني وروح. قصة الحية اللي قلت منروس وماتت من الساكي كتير حلوة. هاي مو كل القصة، شربت الساكي وماتت بعدها. بس الواحد بياخد منها العبر. ها، أول شيء إنه الواحد ما لازم يكون أسير مشاعره ويكون منطقي شوي. مثل فريد أصلاً، يعني كل شيء لازم يكون تحت سقف المنطق، وكل شيء بقواعد وقوانين. شغلة مملة صح؟ وانتي بتتحركي بمنطق ولا بمشاعرك؟ طبعا بتحرك بالمنطق، يعني مثلا انا طالبة وعم ادرس وبنفس الوقت عم اشتغل هون، وفوق هاد وبنص هالتناقض ما بأثر ابدا بالمشاوير، يعني وقت البسط فورا بروح. مفكر إنه أنا وحدة بسيطة مو هيك؟ لا تفكر إني قطة مغمضة. لا مو هيك أبداً، واضح إنك مالك هيك. شوف القمر قديش حلو.
عن جد حلو كتير. والجو كمان حلو. والياسمين حلو. أنا لازم أقوم، بدي روح. خليكي معي اليوم. ها؟ وليش تفاجأتي كل هالقد؟ إلك فترة عم تحاولي وليكك وصلتي، ونحنا مع بعض هلا. شو عم تقول؟ ما في داعي لهالحركات. أول شيء اجيتي كطباخة، وهلأ صرتي تطلعي قدامي بالحفلات والمناسبات، وبالأخير اجيتي لعندي بالليل. هيك تمام، صار اللي بدك إياه. يلا خلينا نفوت. شو سويت بحالي يا ربي؟ يا نازلي يا نازلي، في عندي 27 مكالمة فتون. لك شو اللي عملته بحالي أنا؟ وينك انت؟ شو بدك تجلطيني يعني؟ نورمان طلعت. لا، ما عرفت انك ما اجيتي امبارح، كذبت عليها وقلت لها انك طلعتي الصبح بكير لانه عندك شغل. هلا قولي لي وين كنتي حضرتك كل الليل؟ لا، واخر شي بتبعتي لي رساله وبتخبريني فيها انك طالعه مع اليابانيين وبعدها ما عاد بتردي. شو؟ وين انت؟ انا عند فريد بيك. بشو احلف لك انه ما كترت بالمشروب؟ ما كترت. لك ماني متذكره شي فتون، عقلاتي رح يطيروا. هاتي لشوف، احكي لي من الاول كيف شلحت ثيابك وين. لك شو بدي احكي لك، انا ماني متذكره بنوب. كنا سهرانين بالحفله مع بعض، كانت سهره كتير حلوه ورقصنا انا وياه سوا والموسيقى بتجنن. بعدين اجينا على البيت. ايه، وانا فتت اعمل لهم قهوه. تمام لهون، وبس بعدها مو متذكرة، حاسة إنه في حدا عامل لي غسيل دماغ كامل، مو متذكرة شي. فتو غالباً اللي بتذكره إنه فريد بيك حملني على غرفته، وبعدين بتذكر إنه حطني على تخته. إيه، معقول أنا وياه؟ يا حبيبي عليكي، بفهم إنك مو متذكرة شي. حاولي تتذكري بشو حكيته. قالك مثلاً إنه عشقانك أو كلام حب أو بيغمى عليه بس يشوفك. نازل احكي لي شو قالك، يلا حاولي تتذكري، يلا احكي لي. ليكي فتون لا تجننيني، مو ناقصتك. عم قلك ماني متذكرة ولا شي من اللي صار معي ليلة مبارح، ولا شي إلا إنه واقفة قدام التخت هلأ. عكل حال عيونك بكرة بيفضحوكي. شوفي هاد هو تأثير البدر، هيك كان مكتوب ببرجك. فتون، إلهي بتوقع على راسك، كل شي في أبراج موجودة بهالكون. عم قلك مو متذكرة شي، الله أعلم شو اللي صار بيناتنا مبارح. إذا مو متذكرة الحكي رح تتذكري شو سويتي؟ فتون، شو اللي بده يكون صاير بيننا؟ ليك بدي تهدي شوي. فريد وين هلأ؟ ما شفته. لك استني فتون، أنا عم دور عليه.
صح على شغله؟ ايه لازم تقرأ الملفات وتبعتها فورا. ليكو بالبيت لسه ما طلع. تمام، هديلي أعصابك شوي وانزلي قدامه كأنه ما صار شي بيناتكم. تصرفي على طبيعتك. ما فيني أتصرف على طبيعتي، ما بقدر، خلص ما بقدر، ما بدي. وقت يطلع من البيت بنزل لتحت. لازم تروحي لعنده منشان نعرف شو صار بيناتكم مبارح. ايه صح، هلأ منشوف. ممتاز، اسمعي، تنزلي على مهلك وبكل هدوء، عم تفهمي؟ ماشي. اهدي وخليكي مبتسمة وتصرفي كأنه ما صار شي مبارح. مو تعيتي على الزلمة وتخليه يخاف منك. لا تعيتي على الزلمة ولا تخليه يخاف منك. ليكني شفته هلأ. كانت ليلى بتجنن، يعني بأولتها كنت مزعوج شوي، بس كتير منيح أني التقيت بنازلي هنيك. ما تخيلتها حلوة كل هالقد. خلص بس أجي بحكي لك. فوتون رح يحكي لرفيقه شو اللي صار بيننا مبارح. قال له بس أوصل على المكتب بحكي لك. شي حلو، معناتها مو بس نحن البنات بنحكي هالمواضيع بين بعضنا، وكمان الرجال بيحكوا بين بعضهم. فتون أنا لازم أتذكر شو اللي صار بيناتنا مبارح. طيب هلأ أنت لا عاد تفكري بالموضوع وروحي عادي جنبه. يلا روحي. بس أول شي تمايلي قدامه شوي على أساس إنه نعساني ومو فارقة، وبعدين تتداوبي قدامه. بس أوعك تفتحي تمك مثل القطط. تتداوبي بنعومة وبعدها بكل ثقة بتوقفي قدامه وبتقولي له صباح الخير. تمام. وإذا سألك عن ليلة مبارح شو صار، حاولي إنك تغيري الموضوع. تمام. وخبريه إن ليلى بتجنن. ولك أنتي جنيتي شي؟ عم قلك ماني قدرانة أتذكر اللي صار مبارح. بدك يعني أتذكر شو حكيتي؟ حاولي قد ما فيكي يا جدبة، لا توقفي مثل الحيط. شوفي أنا رح سكر، اتصلي فيني بعدين وخبريني. لا تنسي. صباح الخير. صباح الخير. نازلي انت متذكره شو صار مبارح مو هيك؟ يعني انا بقصد بيناتنا جوا، متذكره؟ لا لا تخجلني. لا يا نازلي ما في شي بيخجل، يعني بصراحه ما بعرف امتى وين تعلمتي كل هذا، بس ان كان معي او مع مستر نكتاني بضل. مستر نكتاني كمان؟ امتى؟ ما عم بفهم عليكي، شو قصدك باللي عم تقولي؟ انا اللي ما عم افهم شو قصدك. من شوي وانت عم تحكي مع رفيقك قلت له انه نازلي. نازلي لحظة، نحن ما صار شي بنوب بيناتنا ولا شي ابدا. ايه بس مبارح كنت بحضنك وانت. ايه كنتي بحضني لاني حملتك على التخت، بس انا نمت هون بالصالون. بس انا ليش حملتك؟ ليش؟ بطني. انا استفرغت مو؟ وليش استفرغت قول؟ ليش؟ كنت معصبة وأخذت برد مو هيك؟ تخانقنا سوا؟ ما في داعي لهالحركات. أول شيء اجيتي كطباخة وهلأ صرتي تطلعي قدامي بالحفلات والمناسبات، وبالأخير اجيتي لعندي بالليل هيك. تمام، صار اللي بدك اياه. يلا خلينا نفوت. ناطرة مني اني اطلب ايدك للزواج مثلا؟
انت شو مفكر حالك فريد بيك؟ مفكر انه ما في حدا يحميني؟ انا وقت الجد بجيب امي وابي وكل عائلتي وما بخليك تزلني او تهيني، فهمان؟ بطني بلا تربية وبلا اخلاق، انت مين مفكر حالك لحتى تعرض علي هيك شي وانا بهالحالة؟ فريد اصلان تشرفنا والله. بس مين انت يا نازلي؟ توقعتي ممكن يصير شي بيناتنا بعد ما طلع مستر نكتاني من عندي؟ انا بعتذر اذا تصرفاتي اوحت لك بشي، بس باكد لك انه انا مو من هذا النوع. انت شو بتقصد؟ ليش انا عم دور على واحد غني؟ انا ماني عم دور على حدا يا بيك، فهمت شو حكيت؟ فيكي هلأ تروحي تكملي شغلك بالمطبخ ومنرجع مثل الأول، بتجي لهون وبتخلصي شغلك وبس. عن جد حضرتك انت واحد بلا تربية وبلا أخلاق ووقح، ما بتملك ولا شيء من الإنسانية، كذاب ووقح وقليل تربية كمان. خلصتي حكي وما بدك تسمعني؟ لو قلعتني من الشغل كان أحسن، بس ولا يهمك، أنا بستقيل لحالي من دون ما تقلي. هيك لكان نازلي، كل شي حلو صار معك بليلة واحدة، حفلة ورقص وبدر، انبسطت كتير وقت حكيتي لي يعني أخيراً نازلي لأتفت الأحلام تبعها. يا ربي بس لو زبطت معي مع هداك الحقير. شو مفكرتيني مبسوطة؟ مو معقولة انتي، انا لا عم فكر حبه ولا شي، القصة وما فيها اني تصرفت بغباء لاني كنت شربانة، ولو كنت صحيانة ما بضل معه بنوب، بعدين نحنا ما لنا من نفس المستوى. معك حق، هلأ هو صح شاب حلو بس اناني وحقير. لك هو مفكرني من البنات اللي بيطبقوا الاغنياء ليصرفوا عليهم، ومفكر انه بنظرة منه ممكن ياخد مني اللي بده اياه وامتى ما كان. هلأ صح نحنا رقصنا سوا بالسهرة، ما بنكر هالشي حلو والله، بس مو لدرجة اني موت عليه. لا كل الشباب وسخين وهو واحد منهم، العمش وحقير. لا وقاحة كمان. لك المخلوقة بتكون مرته لضيفه، رحت معهم من باب الأدب لأنه هي ما بتعرف تحكي لغتنا، ولهيك حضرتها شو بتقول؟ تعالي نازلي روحي معنا. بس ما بعرف شو اللي خلاني طول بالي عليه وهو عم يحكي معي بهالطريقة الدونية هي. لك كان لازم كسر أغراض البيت فوق راسه وأترك الشغل وأرجع. لك إيه؟ والله ما بعرف شو اللي خلاني طول بالي إيه؟ عليه. فهمت عليكي، شو بدك فيه؟ هو الخسران، خلاص انسي واقفي عليه. مو قدراني انسى فتون، لك بتوتر وقت اللي بتذكر حديثه معي. لك ما بعرف شو اللي ربط لي لساني وما رديت عليه. خلص روقي حبيبتي. يا الله فريق الشركة رح يجتمع. يلا حبيبتي كلي وهو يسخن. يسلموا ايديك يا حبيبتي. شو الموضوع؟ انا نسيت الفستان ببيت فريد، هاد لرسالة تخرجي. تضربي نازلي خوفتيني، ايه شو هالشي المهم يعني؟ خلص لا تحكلي هم، بكرة بفصل واحد تاني، يلا كملي أكلك. فتون والله نعمة على قلبي وما عرفت كيف طلعت من هداك البيت. ولا يهمك انسي، بس بجوز تكون هاي فرصتك لتروحي على بيت فريد وتشوفوا بعضكن هنيك. ايه تشوفوا حي بسبع روس فتون، انا بعد اللي صار مستحيل روح على هداك البيت. خلص حبيبتي انت روقي هلأ، خذي كلي هاي من ايدي، بركي بترجعي لطبيعتك. ندخل غرفة وهي سفيت بلا شغل، لازم دور على شغل تاني. طيب كان شغلك مريح وفيه مصاري كتير، فهميني ليش تركتي؟ نازلي لتكوني لقيتي شغل أحسن بعشان بارح وما بدك تقولي. شو هالحكي نورمان؟ لا شغل ولا ضراب السخن العمى. كنت مفكرة أنه شغلي مريح بس ما طلع هيك أبدا، والمدير وسخ، يمكن عنده مشاكل نفسية ما بعرف. صبايا نولوني هالصحون. ليكون فريد بيك قلعك فهمينا، اكيد قلتي له انا ما بحضر لك الاكل غير بهالشكل وما بدك تعملي الا اللي براسك، قام قلعك. لك كان الشغل بجنن والرجال مثل السكره وحلو كمان، يعني ساوي اللي بيطلبه منك. شو عم تقولي؟ شي حلو والله نورمان، بيساوي اللي بده اياه بس لانه شاب حلو؟ شو شايفتيني من هالنوعيه؟ ينباع بالعزا هو وجماله، الركض ورا رغبات الشباب الحلوين ما بتليق ببنت مثلي، عم تفهمي؟ انا بنت شريفه وما بركض ورا هالقصص نورمان. بعدين ما فهمت، انت قاعده عم تستجوبيني ولا شو؟ حبيبتي لا عم بستجوبك ولا شي، كملي حكي انت وياها. نازلي طولي بالك. روحي. نورمان ما بتقصد هيك شي ابدا.
شلونك؟ قولي لي مين؟ عزيز. يعني شو هالحظ يلي إلك يا بنت؟ واحد بيروح وواحد بيجي، ما شاء الله. ردي عليه يلا بسرعة. أهلين عزيز. نازلي مرحبا. حطي هون لأسمع. كيفك أنت؟ أنا منيح. كنت بدي قلك إنه صار عندي كتير أغراض، يعني منشان نساعد الحيوانات يلي بالملجأ، في غطا والحاف وجرائد وهيك شي، وصار لازم أوصلهم. شو رأيك تروحي معي؟ إيه قولي له ايه، وافقي يا جدبه، قولي له ايه، بروح معك يلا. طيب بروح معك، رح ينبسطوا بهالشي. ممتاز اتفقنا، يلا بشوفك اليوم. أنسة إقبال، ممكن تعطيني رقم الأنسة نظمية؟ حاضر، رح أبعث لك يا برسالة فورا. شكرا إليك. ليكي فوتون، أنا طالعة. موفقة يا روحي. مسج من مين؟ ما طلع اسم، رح شوف مين. آنسة نظمية، أنا آسف تجاوزت حدودي معك ليلة مبارح. فريد أصلاً. ورجيني بس لحظة. والله بهنيك، تنازل كبير. مغرور حتى لما بده يعتذر، عن جد غليظ. هلأ بتشوفي شو رح أبعت له. شو بعتي له؟ موكوزاي. شو يعني هاي؟ شو هاي بالياباني؟ يعني الواحد بيضبط حاله بصعوبة لحتى ما ياخدهم معه على البيت. طبعا بما انه ما فيني اخدهم كلهم معي، بنقول الملجأ على البيت. انت عن جد بتعرفي تحكي معه؟ لك لا، انا بس بحب التواصل كتير مع الكلاب عن جد. بعدين انت من عيونهم بتعرف شو بدهم منك، عيونهم بتحكي. يمكن لانه انت بتحبيهم كتير. انا ما بقدر اتعامل معهم. لا كنت كتير منيح، قدرت تتواصل معهم. تعرف شو وقت العامل عطاك الممسحة وسكر الباب عليك؟ قلت أكيد رح تهرب من الملجأ، توقعت إنك ما تشتغل، بس طلعت قدة وقدود على فكرة. شو قصدك بهالحكي؟ يعني مو مبين إنك واحد ممكن يمسك الممسحة وينظف بإيده. هاد لأنك ما بتعرفيني منيح. طيب إذا معك وقت هلأ فينا نطلع سوا شي مشوار؟ موافقة.
وقت ما تعرفت عليكي ونحن منحكي على التليفون، يعني ولا مرة طلعنا مشوار. ايه يلا احكي لي عنك، شو بتشتغلي بحياتك غير جرسون؟ انا مو دائما بشتغل جرسون، بشتغل بس مشان مصروفي، يعني لانه انا طالبة عم ساوي ماجستير. وانت؟ انا بصراحة بميل للأمور الفنية، يعني بهتم بالموسيقى. شو عم تدرسي؟ يعني شو اختصاصك؟ وشو حابة تكوني بس تكبري؟ صراحة أنا اليوم صار معي موقف مو منيح محل ما بشتغل، ومشان هيك إذا بتحب تريحني بلا ما نحكي عن الشغل والدراسة والمهن، خلينا نحكي عن الفن أحسن. نازلي أنا بهتم بالفن، ما في شي أقوله، يلا احكي لشوف. طيب حذير شو بدي صير بس أكبر، يلا قول. دكتورة بيطرية. لا ما حذرت أبداً. معلمة، لأنه فيكي تشرح الشغلات اللي بتعرفيها بشطارة. لا دكتورة. لا مستحيل، بموت إذا شفت نقطة دم. آخ الريحة، يلا تعال ما فيني قاومة بنوم. بدك نص ولا ربع؟ وحدة كاملة. شو؟ كاملة؟ عم أمزح. يعطيك العافية. أهلين، تفضلوا. أهلين فيك، أعملنا نصين وخلي وحدة يكون فيها حد شوي. شكرا يا ابني. لازم دوق الحد إذا منيح. طيب كتير، خليهم مع حد اتنيناتهم مثل ما بدك، وحط لي رشة زعتر، يعني ما تكتر كتير، خليها تستوي منيح. ايه طيب، واخر شي منحط لها الحد. تكرم عينك، شوي بجهزه. شو هاد كأنك اخصائية اكل، اعمل لي مثلها لو سمحت. تكرم عينك، دقيقتين وبجهزه. شو عجبتك؟ ما خليت شي. يسلموا ايديك معلم. صحتين وهنا. اهلين. عم يرقصوا سالسا؟ لا يمكن انا غلطان. تعرف ترقص؟ انا كنت بامريكا الجنوبية وهنيك تعلمت كتير شغلات، واحدة منهم الرقص. نازلي انت بتحبي الرقص؟ بحب الرقص كتير، بس ماني شاطرة فيه، خصوصي بين الناس بتلبك وبخجل. تعالي. لوين؟ قومي نرقص. مستحيل عزيز، ما بقدر. يلا تعالي. انت جنيت ولا شو عزيز؟ هلأ بيضحكوا علينا الناس مشان الله بلاها. يلا تعالي. والله أنا بخجل كتير. ليش لتخجلي؟ أصلاً أنا من جديد تعلمت. انسي العالم ماشي؟ روقي واستمعي. مرحبا. عزيز شبي، خليكي تفكري، من جهة مثقف كتير ومن جهة كتير بسيط، بيحب يرقص وبياكل السندويش بالشارع، والأحلى أنه هو بيحب الكلاب والكلاب حبوه. يعني هو شب منيح. نازلي طيب، أنت ليش ما حكيتي له عن حالك؟ ما قدرت فتون، ما كان جاي على بالي أحكي، يعني بعد اللي صار هداك اليوم ما حبيت أحكي معه بسير الشغل، بس هو كان كتير مزوق، ما أصر علي أبدا. يعني من جهة غني ومن جهة تانية بيشبهنا، يعني مانو مغرور مثل فريد. شفتي الفرق؟ هو غني وهداك غني، بس عزيز إنسان. لو قلت له لفريد تعال ناكل سندويش بالشارع كان أخذ عينة فوراً وبعتها على المخبر ليتأكد إذا الأكل نضيف. زي ولا بقى تفكري فيه، خلصي روحي حل عنا، نحن مو ناقصنا ناس مغرورين. وقت تشوفي بتفكري إنسان ظريف، بس بالحقيقة هو شاب شايف حاله كتير ومغرور، واحد بلا أخلاق بلا ترباية. ما نازلي حبيبي، اتصلت بس ما رديت. هلأ بتشوف المكالمة وبترجع بتتصل، أو منرجع منتصل فيها بعد شوي. طيب جربي اتصلي فيها هلأ. اتصلت، شفت شلون؟ ألو. مرحبا،
أنا نازلي، مين معي؟ مرحبا نازلي، أنا زينب. بكون أمه لبدر وأخت فريد. أهلين زينب خانم. أهلين فيكي. رجاءً لا تأخذيني. أخذت رقمك بلا إذن واتصلت فيكي هيك فجأة، معك وقت نحكي؟ ولا يهمك تفضلي قولي. والله يا نازلي بدر ما عم يوقف حكي عنك بنوب. ومبارح بالليل حكالي فريد إنك كنتي معه وقت استضاف اليابانيين وحبيت أتعرف عليكي، وبنفس الوقت حبيت أتشكرك كمان، لهيك قلت بعزمك على العشاء إذا فاضية اليوم. وأنا حابة كتير أتعرف عليكي زينب خانو، وما في داعي إنك تتشكريني بنوب، يعني أنا كتير فرحت ببدر هداك اليوم. يعني رح نشوفك المساء؟ والله أنا مشغولة اليوم المساء. نازلي بترجاكي تعي كرمالي. يا روحي أنت منيح؟ رح كون كتير منيح إذا شفتك المساء، بس إذا ما أجيتي ما رح كون منيح ورح أمرض كمان. طيب تكرم رح أجي. يا سلام حلو كتير، معناها منلتقى الساعة 8:30. وهلأ أنا ببعت لك عنوان المطعم برسالة. ماشي زينب خانو، بشوفك المساء. واضح إنه صار كتير تطورات بهالعشرة أيام، وصار في ذكريات مع البنت كمان. هي بتطبخ لي وخلصنا لا تبالغ. وكمان طلعتوا مقضيين ليلة حلوة مع بعض أنت وهي وبدر. هالليلة كانت كرمال بدر مشان ما يمل. في كتير طباخات وطباخين مروا على راسك وما عجبك حدا منهم، بس طار عقلك بالطبخات يلي عملتهم نازلة. ما طار عقلي، قلت إنه منيح. فريد يعني فهمان عليك واقتنعت بهالحديث تماما، بس لو كانت هي وحدة نصابة ليش لا تطبخ وتشتغل؟ والله بعرف بجوز عيب اللي عملته، بس كمان يمكن كل شي عم تعمله هي حيلة. عن جد صدقني ما بعرف بنوب. يا الله يا فتون، انربط لساني وقت حكوا معي وقلت لهم طيب خلص رح اجي، بس انا ما بدي روح. ما بدك تشوفي فريد مو هيك؟ يعني اذا اجا والله ما رح اسكت له ورح بهدله كمان يا فتون. وشو بدك فيه حبيبتي؟ انت مو رايحه مشانه تنشيه لا تحكي معه. ليش لا احكي معه؟ ليش؟ مين مفكر حاله؟ اساسا انا رايحه لهنيك مشان بدر لانه هو اللي عزمني. هاتي لشوف. خدي جربي هالفستان. نازلي يعطيك العافيه. يا اهلا وسهلا فيكي، شكرا لانك قبلتي دعوتنا. انا امير ابو لبدر. شرفنا. وانا بدي رحب فيها. اهلا وسهلا فيكي، انا زينب. بكون امه لبدر. تشرفت فيكم. كيفك حبيبي بدر؟ منيح. انت هدي هون وانا رح اقعد جنبك. ما في على لسانه غير اسم نازلي، وهي جبنا لك خالته نازلي. ماما لحظه شوي، نازلي وانا خالتي، نازلي رفيقتي. طلعت رفيقته. كفاك. أهلين زينب. حبيبي فريد نحن ناطرينك، وين صرت؟ أنا هلأ طلعت من البيت، أنتوا لا تستنوني، رايح أكل شي شغلة بمكان قريب وأرجع. فهمت، معناها رح ننطرك هالعشر دقايق. بدر رح يفرح كتير، بدر حبيبي خالك جاي على الطريق. عن جد؟ إيش انبسط لأنك رح تجي فريد. طيب معناها نحن عم نستناك، يلا لا تطول يا روحي، باي. تمنيت اني اشوف وشي للست بهداك الوقت. لو تشوفوني انا عن جد كنت رح اموت من الضحك بوقتها، وبلشت ادعي انه ما اكل قتلي وقت كبيت عليها العصير، صدقوني تمنيت اختفي من خجلي. الحقيقه انه فريد ما حكى لنا الموضوع بهالطريقه المضحك، يا ريت لو كنت هنيك وقتها. لهالدرجه والله ما كان بدك هالشوفه ابدا، يعني صح الموقف كان كوميدي بس تمنيت انه موت بوقتها. يا ريت لو كنت معكم. ليش ما ضحك يعني؟ والله الموضوع بيضحك، بس خالي هيك ما بيحب يضحك. أنا ما شفته لخالك شو ساوى لأنه هو كان بعيد، بس وقت فريد بيك قرب لعنا كان مبين عليه كتير معصب مو شوي. هلأ معقول يكون ضحك بوقته، بس
أنا متأكد لو بيطلع بإيده كان قضى على رفيقتك. برأيي كتير منيح إنه ما كان قريب وقت اللي صار الموقف. منيح إنه ما قلي سوابق وجرائم لهلا. أهلين خالو. أهلين أخي. أهلا وسهلا فريد. خصوصاً إني ما بحب أطلع عن القانون، بس كأنه نازلي خانة وما كتير متشددة بهالقصص. فريد بيك، أنا ما رح أحكي شي هلأ، يعني رح أحترم الموجودين وهيك بيكون أحسن لك. بس قلتيلي إنك ما بتسكتي عن شي وبتواجهي فورا. مزبوط، بس مو مع اللي بيكونوا مثلك، يعني رجال أعمال دمهم بارد. يا حلو، وقت بتقولي رجل أعمال دمه بارد كأنك عم تقولي قاتل بدم بارد. إيه صحيح هالشي، لأنه ما في فرق كبير بيناتهم. اثنيناتهم عندهم نفس الدم البارد والتخطيط الدقيق كمان، وما بيهمهم غير حالهم وبس. الظاهر انك ما فهمانة اللي عم تحكي، وما بتعرفي شو معنى انه حدا يستفزني. خالي، ليش خليت نسكر اذني؟ لا تكون حكيت لهم على الزومبي ما بدك يعني اسمع. لا ماما حبيبي، ما في شيء اسمه زومبي، وممنوع نحكي بهالشغلات. من وين طلعت لي بقصة الزومبي؟ وهلأ أخي فريد، النازلة ما بتعرفك منيح، يعني فهمها أنك كنت عم تمزح معها. أنا عندي قناعة أنه نص المزح بيكون جد، ولهالسبب هاد بحب خلي مسافة أمان بيني وبين فريد بيك وما بقرب. أنا وبدر منأكد لك أنه أخي فريد قلبه طيب كتير ورقيق، مو هيك حبيبي؟ ما بعرف، يعني ممكن يكون قلب خالي رقيق مثل البسكوت. مظبوط. نازلي، ليش تركت الشغل؟ ليكون خالي فريد زعل منك لأنه خربنا له البيت. لا حبيبي، ما في هيك شي بنوب، بس بدر معه حق بسؤاله، ليش تركتي؟ يلا قولي، انت تركتي لحالك ولا السبب فريد؟ رجاء قولي. اساسا نحن تعودنا نسمع قصصه ومشاكله مع الطباخين، مو غريب علينا. انا اللي تركت. فريد بيك عنده طبيعه انه كتير بيتحسس، وانا كمان هيك، وبعدين صار عندي تقصير شوي بدوره اللغه، يعني القصص صدفت مع بعضها وبس. ماما أنا لسه ما نسيت، خلينا نروح لعند بيت عمي عزيز أمانة. يا روحي تأخر الوقت اليوم، خليها لبكرة. بابا مشان الله خذني أنت عند عمي عزيز لو سمحك، مشان نسمع موسيقى ويعزف لنا عمه. يعني على أساس مو أنت يلي بدك تعزف على آلات عمك مو هيك؟ طيب منروح وبنشرب فنجان قهوة، مستحيل أرفض له طلب. يلا أنا عن بدي أستأذن. لا ما حدا رح يروح، كلنا رح نطلع سوا. ما بقدر أختي، يلا باي. لحظة خالي، بدنا نروح كلنا مع بعض لو سمحت. خالو، رح نطلع معك بالسيارة، قصدي أنا ورفيقتي نازلي. مثل ما بدك، يلا اطلع. نازلي، يلا اركبي بالسيارة. طيب نحن جايين وراكم. نازلي، انت ردي جنب خالي، تمام؟ تمام يا روحي، خلص مثل ما بدك. نازلي بتعرفي انه بيت عمي حلو كتير؟ هو كتير كبير وفيه العاب، هلا بتشوفي رح ننبسط هنيك. بتعرفي شو في عنده كمان بالبيت؟ عنده طبل كتير كبير، حتى انه الطبل اكبر مني بكتير. وكمان بقدر اغني انا وعمي اغاني كتير حلوه، هلا بتسمعيهم. بدر، يعني انت بتحبه لعمك كتير مو هيك؟ ايه بحبه كتير، وبحب خالي كمان، يعني بحبهم قد بعض. معك خالو؟ اخ منك يا حبيب خالك، عم تقول هيك مشان ما ازعل مو؟ اف الكبار ما بيزعلوا من الصغار يا خالي.